هذا الأب المخطط إذا لم يراعي القاعدة الأساسية في التربية، تربية هذا الأب لن تجدي نفعا. ما هي القاعدة الأساسية؟ القاعدة الأساسية بحث عنها كثيرا إخواني إلى أن وصلنا إليها. القاعدة الأساسية هي أن يكون الأب قدوة والأم كذلك. إخواني إذا رأيتم أبناء لا يحترمون الأم، أول شيء لابد تبحثون عنه هل الزوج يحترم الزوجة أم لا؟ إخواني الأعزاء، سمعت يوم من الأيام أسرة، ثلاثة من أبناء الأسرة منغمسين في الكذب. عند البحث إخواني وصل خبر إلينا بأن الزوج والزوجة أيضا منغمسين في الكذب. طبيعي الأبناء انعكس عليهم هذا السلوك من يوم كانوا صغار إلى أن كبروا.